نلاحظ أن هذه الأحاديث لأول وهلا يبدو أنها متعارضة، بحيث إن هناك حديثا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة، وأحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتين مرتين، وأحاديث تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثة ثلاثة. وهناك بعض الأحاديث التي تميز ما بين الأعضاء، بعض الأعضاء تغسل مرة مرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسلها مرة مرة أو مرتين مرتين، وبعض الأعضاء ثلاثا ثلاثا. ولذلك فهذه الأحاديث المتعارضة كما قال ابن العربي رحمه الله الذي فهمها وأحسن تنزيلها والتوفيق بينها هو إمامنا مالك، فقال المقصود هو الإسباق وليس العدد، فالمقصود هو الكمال والتوقيت النوعي وليس التوقيت العدد. فقال رحمه الله هل كان مالك يوقد واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؟ فأجاب قال لا، إلا ما أسبغ ولم يكن مالك يوقد، وقد اختلف الآثار في التوقيت. قال ابن القاسم إذن اختلفت الآثار في التوقيت، إذن كيفية الجمع ما بين هذه الأقوال هو بحمل الإمام مالك هذه الأحاديث على اختلاف الحالات، فإذا أسبغ بواحدة فيمكن الاكتفاء بها، وإذا أسبغ باثنتين فيمكن الاكتفاء بهما أو بثلاثة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين